سيدي الكريم، حقيقة إيران من الدول الذكية وتسعى جاهدا أن لا يكون هناك تماس حقيقي ما بينها وبين أمريكا تحديدا. هذه مسألة مهمة، لأنه اليوم حقيقة الأمريكان بدأوا يتعاملوا مع الأجنحة إن صح التعبير، أو مع الدول الداعمة إلى إيران، ولهذا حقيقة إيران تسعى جاهدا أن لا تتواجه مع أمريكا أو مع إسرائيل مباشرة، لأن ستكون هي الحلقة الأضعف. لا ننسى أن هناك اليوم حصار اقتصادي جدا مؤلم صراحة، والقوة الداعمة أو القوة المالية، نعم عفوا تفضل سعودي، عذرا، لا تسعى إلى المواجهة المباشرة، إذن ستحرك الفصائل أم ستبقى الفصائل ملتزمة بقرارها؟ هنا باختصار لو سمحت. سيد الكريم، الفصائل ايضا هي الان حقيقه يعني هو الطرف الايراني والطرف الفصائل الان هو في احراج كبير. الايرانيين لابد ان يردوا على ما حدث في القنصليه في سوريا، ولكن حتى مستوى الرد لم يكن في المستوى المطلوب. هي عباره عن صح التعبير رد او عن صح يعني ضرب الرماد في العين لا اكثر ولا اقل، وانما حتى الفصائل اليوم هي في الموقف الاضعف. يعني مثلا في العراق تم ضرب قائد الفصائل، ولهذا حقيقه الفصائل اليوم المواليه هي في موطن ضعف. يعني المساله هي الان ليس في كفه واتوقع حقيقه اتوقع في يعني لا اقول في الايام القادمه، لكن بعد اعتقد بعد انتهاء من حرب غزه ستكون هناك ضربه حقيقه من الاسرائيل او من الامريكان الى العمق الايراني. نعم.